السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد عن سيكون فقط فيديو قصير جدا سيكون عن حدث جديد ينزل اليوم على لعبة فري فاير. حدث جدا أسطوري، هناك بعض الأشخاص يحتاجوا إلى يفهموا هذا الحدث. صراحة فهم الحدث جدا سهل. هناك يعني شيء يعني عن طريقة يعني ربح حيوان يعني على شكل مجاني. اليوم سنتعرف على كل هذا الشيء كله سنتعرفه في هذا الفيديو ان شاء الله. وكل شيء بقى تنسوا اللايك والاشتراك في القناة، ادعمونا يا شباب. نحاول ان نوصل الى 300 مشترك ان شاء الله، سنصله بكل سهولة ان شاء الله فقط ان دعمتم القناة. يعني صح الدعم جدا خرافي، شكرا لكم يا شباب. المهم ندخل في موضوعنا اليوم، سيكون فقط عن الحدث الجديد اللي نزل على لعبة فري فاير. اوكي شباب، تبحث عن الحدث فقط. اوكي هنا هذا هو الحدث يا شباب، la fin de mission de Vengeance 3. المهم هذا هو الحدث الشباب اللي نزل اليوم. حدث جدا اسطوري. ساشرح لكم كيف كل الاشياء الموجوده في هذا الحدث، وكيف الحصول على الحيوان بشكل مجاني. الحدث بصراحه كيشبه حدث اللي كان الحدث دي مره تماما. هذا هو الحيوان اللي تربحوه شباب. الحيوان سيأتي في 25 جوي ان شاء الله، فقط ادخل اللعبة في 25 جوي ستربح على هذا الحيوان. اما هذه الزرقاء، اشياء زرقاء، هذه فقط عبارة عن سبين كمثل يشبه نوعا ما لوكر رويال، لكن عن شيء اخر. يشبه نوعا ما لوكر رويال، سادخل اليه الان ساوري لكم شيء لتفهموا هذا الحدث. اول شيء هذا يقول فقط اسيبو سير. اوكي تربح قميص تي شيرت وسروال تطرى. هذا هو هذا فقط، هذا مقصده شباب. 25 جوي ان شاء الله ستربح هذا الحيوان. قالوا ادخل في 25 جوي وادخل الى اللعبة ستحصل على هذا الحيوان و 50 سبين. والشيء الاخر هنا قالوا العب 40 دقيقة، العب 60 دقيقة، العب 80 دقيقة، عفوا 60 مو موجود 80، 40 و 60 دقيقة للحصول على تي شيرت والسروال. وهذا عبارة عن شجرة الديامو والاور موجود فيه، راكم فاهمين. هذا ايشونج دو جيتون، هذا الشباب يقولوا اجوا مازال ما بداش اخواتي. هذا الجيتون الفيولي يمكنك ان ربح الحقيبة، هذه الحقيبة شباب، حقيبة جدا اسطورية. وهذا تاع لوكر يعني السلاح، هذا تاع الشجرة، وهذا عبارة فقط عن جيتون دو بريم. ولك شيء اخر بعض سأوريكم عن السبين. سيدخل السبين يدخل فقط الى هنا مكان يعني تلك الابادة، ماركة الابادة. هذا يعني ياخذ نوع ما يشبه يعني ماركة الابادة. عفوا فقط هناك شخص باث الميتاسيون. نعم هذا هو المكان شباب، هذا هو تدخل فقط هنا تعمل السبين. كي توصل عفوا عندما تصل الى 120 سبين ستربح هذا السكين ان شاء الله. المظن ستربح هذا السكين. حاليا ليس عملت بعض من السبينات. نعم وصلت الى 40 يعني سبين. هذا هو نعم هذا وصلت الى 40 سبين، تقريبا وصلت 40 سبين، مو يعني 100% تقريبا وصلت 40. كل ما تصل الى جهه معينه يعطي لك شيء معينه. صراحة جدا حاجة يعني شيء اسطورية. ان شاء الله يا شباب تكونوا استفدتوا مليح من هذا الفيديو ان شاء الله. هذا هو ما كنت اقصده. وشباب لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة، تلقوا فيديو جاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.